فتعتنا وطيحتنا ضحكتنا ودمعتنا جنتلها مع بس حماس يا شباب، تحية لأحلى فقرة في العالم، تحية حماس وحيوية. واحد تحية المقدم نواف. دقيقة يا شباب، دقيقة شي. لا أنا مبسوط. لا لا، خل عيونك تناظر عيوني، خل عيونك تناظر. لا لا، بابي حولوا على ذلك. استوب هنا، نبي نحمس الشباب صح؟ يلا 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 يلا، اوكي اوكي كمل. واحدة لا صفقوا زين. واحدة لا، راقدين انتم، ما نبي نبدا الفقرة الا بحماس. واحدة شكرا لكم. شكرا يا شيخ، يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. يا هلا وسهلا فيكم بفقرتنا، فقرة نونج في برنامج جنتل عبر قناتكم قناة الواقع الفضائية. أنا دائما معكم نواف التميمي. نعم، ما عليكم زود، باسمي وباسمكم أرحب بنجوم وإخواني متسابقين جنتل الجنتلاء. كيف حالكم؟ اليوم جايين بدري، واللي متأخر مستعد، اللي قال بروح بعد إذنك بروح أتعشى بكمل عشائي، اللي بروح دورة مياه. يعطيكم العافية، يلقيتكم كل يوم كذا. بالعكس، انتم محترمين مرة مرة، محترمين كويسين، بس ما عرفتون نواف. انا ادبتهم بعد ما جيت اليوم بالضبط الساعة 10 بدينا معاكم، كلها من بركة الجنتل والمعاونين ومساعدينا. اسألهم من صحاهم. من صحاهم؟ انا كذاب. انتم اسألهم من اللي معطيهم الامر. من معطيهم الجنتل؟ ارسلت الاسبوع الماضي، كنت انت الجنتل صح؟ جنتله ولا صحيتهم ولا دريت عنهم يا جنتله. مو كل جنتل جنتل يا نواف، مو كل جنتل جنتل. انشوف، مو كل مساعد مساعد جنتل. سام يا رشيد، اول قحفلت لك الوقت الحين، يوم قلت الساعة 10 نثبت وجوده الساعة 10. برافو. يعني هذه رسالة موجهة للمقدمين كلهم. احنا متسابقين قويين. ايوه، رضيتوا وبالذات الساعة 5. احنا متسابقين والله، نجي في الوقت متسابقين. عز الله صوت صوت. الف مبروك العودة يا حبيبي. الله يبارك فيك. والشباب باقيين يرجعوا، الف مبروك العودة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك علي. الله يبارك فيك كلكم. وعلي هادي خذ حصانة. نواف تعال، انا ابغاك. لا لا لا، بسألك سؤال قبل ما اقول لك الف مبروك يا سمي. وداعية نواف، اكبر عف اكبر مفصل جسم الانسان وش؟ لمسكت مره ثانية. انا لازم صامت. طيب ليش ما كملت؟ سويت كذا سويت كذا. هو هيئة جسمه غير عنه. متوقع. ليش؟ أحس إنه يقول كتف ذا كامل. مفصل. مفصل ما قادر. أوكي. سمي تركي. أدوك يسمى نواف عقاب، ترى مستاذن ما هو موجود. مستاذن من الإدارة. من الإدارة جل العذر عند الإدارة. نواف خلف في بعد. لا نواف خلف في راح بيته. الله يوفقك. هنيت البقية بس باقي نواف. والله يستاهل اسمي. والله إنه فقيدة. فقدنا. ما اسمعك اجين رجال. اوكي نواف، في شيء بيصير لنواف بعد شوي ان شاء الله باذن الله. من نواف؟ نواف مخلفي اسمي حقي. من حقي. اي والله علي هادي ماخذ حصانه شوي بيصير له. والله هو وين علي؟ صدق حلف مبروك يا علي، صدق والله انك تستاهل يا علي، والله انك نجم وتستاهل يا حبيبي. عاشو. كيف امورك؟ كيف استعداداتكم؟
مخلد كيف امورك؟ الامور طيبه. زعلان الاسبوع الماضي؟ لا انك ما جيت. عوافي ولا خلاص غلطه اليوم جاي بدري. من يتحمل غلطه الصدق انا ولا انت؟ سحبنا الخماس سحبنا ما ودي اقول. ايش؟ ما ودي اقول. ليش عاد انا تراني اريح جدا. يعني المفترض انكم اعطيتونا تنبيه من اول. يعني احنا المخطئين. اوكي يعني نعتذر لك نعتذر لك سمي تركي عوافي عوافي خلاص اي والله احنا عيال اليوم. طيب ان شاء الله اليوم الشباب جاهزين ومروقين مثل ما انا رايق والله انا رايق اليوم. سعد عنك فاقدك ترى سعد. لا 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 ارتاح والله ارتاح. عارف عارف جربتكم ثلاث اسابيع اعرف اللي بياخذ اعرف. سعد فاقدك الاسبوع الماضي قالك ما تفقد غالي. سمي صوت صوت رقمين حتى رقمين ولا رقم تبي انت بالذات صوت 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 رقمين حتى هم قد الحكيم تقاطعني. لا سعد قلت له صح سمي سعد امري قالك ما تفقد غالي بس قهرني ورد عليك ما خلاني ما سمع ردي. اصبر خلي شغل مايك صوت صوت شغل مايكك مع ايوه حلو مع السلام. تفضل يا سعد ايش تقول يا سعد؟ اقول جاني مبكيك يا نواف وجاك انت في غالي ما كنت موجود يوم فغرتك اللي رحت ما قد اعطاني حبيبي والله. طب خذ عشان انك غايب عني خذ اول رقم يعني ما خلا منك. ممكن اشوف الرقم عادي قدامهم ايش دعوه 14 سم اكثر من مره هم يا جنتل يلا رقم واحد سويت الله وجهك. من اعطاك الرقم الاسبوع الماضي؟ سعد جنتل السفير. نعم بعيد ايش؟ بعيد ان شاء الله 15 والله بعيد عشان ما تطلع طيب لا ترى ما ادري كم رقمك يا مخلد؟ 13 كم رقمك؟ سعد جنتل وكفو كم؟ ما ابي اشوفك ايش؟ ما ابي اشوفك ما تبغى تشوفك اي والله ذي العين عبد الله عفوا سامي عبد الله انا بعطيك عاد بدل لا لا تركي انا ما عندك المال والبنون يا حبيبي يا امين وياك ان شاء الله ما يكون كم صوت صوت سامي ان شاء الله مميز سامي النجم ولا انت هلا بسمي هلا ومرحبا الف مبروك مره ثانيه تستاهل شيت بجيك بجيك ايش دعوه شكرا يعطيك العافيه يا حبيبي جميل داح كيف حالك؟ والله جميل عيونك والله يا حبيبي والله سم بجيك ماني بناسيك سم ماني بناسيك يا حبيبي من قال تسعين؟ ما أدري عبد الله يقول كم توقع سم؟ والله ما أدري خلاص؟ سعد أخذت طيب أجل كذا عندي 17 متسابق إذا ناقص نواف كم عبد الله كم؟ 17 أو 18 17 مخلد كم يا مخلد؟ دفين مخلد ثلاثة؟ لا دفين كم؟ 13 طيب من واحد إلى ثمانية هنا خمسة هنا من واحد إلى خمسة رقم اثنين مفقود رقم اثنين معي من واحد إلى خمسة هنا في مجموعة الأولى. طيب من ستة إلى عشرة مجموعة الثانية حلو. طيب خمسة خمسة أربعة أربعة في الأساس. طيب المجموعة الأخيرة تكون ثلاثة لا أجل كذا بتكون خمسة أربعة أربعة أربعة. طيب أوكي طيب أوكي أجل من ستة إلى تسعة المجموعة الثانية من ستة إلى تسعة من ستة إلى تسعة من عشرة إلى إلى 13 المجموعة الثالثة 13 إيه عشرة 11 12 13 كم نواف لا من واحد من واحد الى خمسة ومن خمسة الى عشرة لا وعقبها من ستة الى تسعة هنا حرام عليك اربعة بس. طيب ومن عشرة الى 13 الثالثة 14 الى 17 هنا ابو تميم 14 الى 17 المجموعه الاخيره ارقام ناقصه اخوينا نواف عقاب عنده موعد في المستشفى. طب خلاص خلاص عشان كذا ما اخترت اجلس هنا لا دقيقه كم رقمك 10 10 روح المجموعه كل مجموعه كم الثالثه المفروض 4 4 مخلص المجموعه الاولى من 1 الى 5 المجموعه الثانيه من 6 الى 9 طيب اوكي في طيب يعني تكذب عليك من 10 إلى 13 في المجموعة الأولى ناقصة بتكون يلا
دقيقة بجيكم بس عشان أعرف في لخبطة اليوم عشان نواف عقاب ضيعنا. طيب أوكي هنا أربع أشخاص، كم مجموعتكم يا شيد؟ كم مجموعتكم؟ أربعة؟ أربع مجموعتكم؟ خمسة خمسة أربعة أربعة من رقم 18؟ من رقم 18؟ أنت 18 عبدالله صدق، ورني رقمك ورني. راح المجموعة الأولى إيش؟ أبشر أبشر، أجلس مع الشباب. رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب رقم ثلاثة، مجموعة ثلاثة وين؟ الحين الرقم هذا وين يروح؟ أنتوا ثلاثة أشخاص بس. سامي يا جبر رقم عشرة وين يروح؟ معهم. كم طلبك؟ طيب أيمن أيمن ازحف شوي يمين أو رجع كرسي حقك أيمن. أربعة عشان بس مجموعة ثلاثة اللي معك وين راح؟ معلش عشان بس ازحف عشان يكون فيه زملاء. صد صد رح يسار شوي معلش عشان أعرف المجموعات. أنا ماني عارف المجموعات. أنتوا خربتوا تقسيم أصلا يا سحس، تعبت مجهودك والله العظيم يذكر فيشكر، لكن إيش نسوي؟ روح روح. طيب يا شباب خلاص كلكم عارفين ال اخر يا عيال شوي كلكم عارفين مجموعات خلاص كل شيء واضح. طيب المجموعة الأولى يا تركي السلطنة. السلطنة الله ونعم السلطنة. من قائدكم؟ الكوالي طاهر. تعال عندي. لا لا مو قوي. المجموعة الثانية رشيد اسمكم؟ ايش اسم المجموعة؟ تفضل هنا يا طاهر. يا هلا والله بأهل السلطنة. يا أهلين. من وين من السلطنة يا طاهر؟ كم مرة أخبرك؟ من وين؟ كم مرة بأخبرك أنا؟ عادي أنا صلالة أحبها. من صلالة أني أحبها كثير والله. من صلالة أحبها كثير، إن شاء الله نزورها أكثر مرة الله. بإذن الله. أنت مجموعة دقيقة حبيبي. مجموعة الثانية اسم دقيقة بجيكم. مجموعة الثانية. المجموعة الثالثة. طيب إيش اسم مجموعتكم؟ سعود. مخرج اسم مجموعتكم؟ خلها بالترتيب. المجموعة الأولى التحدي. ثانية عيال ايش اسم مجموعتنا؟ محمد سعد. ايش اسم خبر؟ طيب غيروا اسمكم عزوا علينا. المجموعة الرابعة ايش؟ أبو رباح. مجموعتكم يا أيمن؟ مين الغايد؟ ايش؟ مين الغايد؟ دقيقة دقيقة لا. زعلان أنت؟ نواف 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 فيك بطلع هنا بطلع بطلع ركزوا معي دقيقة شباب. مجموعة الأولى شكرا يعطيكم العافية. مجموعة الثانية اسمكم؟ صراحة في النينجا. صراحة في النينجا من قائدكم؟ ايش اسمه؟ سعد سعد عطهم سمى. الخارقون. المجموعة الثالثة؟ من القائد؟ أنا سعود. خارقون ما أزهلني. خارقون ولا قريحة؟ هذا اللي قلناه القريحة. وش اسمكم؟ خارقون؟ طيب أوكي من عبد الله؟ خلاص بربا تعال هنا عشان مجموعتك. إيش؟ ترى يجون هنا عشان مجموعاتهم؟ ثاني ولا أول؟ أول الثاني الثالث الرابع. الثالث الرابع هنا آخر شيء لو نعكس أفضل. خلاص أوكي. لا 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 أنت الرابع هنا تشوف. علي 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 نجد محتاج تعيش حتى الرديل الآمن ياكل تراب حتى بعد لا ياكل تراب منها. نعم صح لسانك. طيب لا 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 وين 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 وين؟ تعالوا هنا تعالوا هنا. ارجع ارجع شوي ارجع شوي صح ارجع شوي تفاعل شوي تفاعل ارجع شوي تفاعل تفاعل. لا لا حبيبي ارجع شوي عشان الكاميرا تاخذكم. تفاعل دقيقة عبد الله عشان الكاميرا تاخذكم بس ارجعوا. خليكم مكانكم. غششنا اسمكم ند؟ لا الخارقون. خارقون خليكم معليش. لا لا زين زين يا سعد يكفي انك موجود معاهم. أم طاهر أبو رباح خلاص راح عليك خلاص خارقون. طيب جاهزين يا شباب؟ جاهزين مستعدين؟ ترى اليوم راح يكون في إضافة نقاط للفريق اللي راح يكون أكثر حماس أكثر تفاعل مع مجموعته. يلا أيمن أيمن. طيب في نقطة مهمة جدا راح يكون في خصم مع فريق الإعداد. أي مجموعة راح تتحدث في وقت السؤال للمجموعة الأخرى راح يخصم منها. جاهزين وعارفين هذه المعلومة؟ ركز يا سعد شو قال. طيب اوكي صد صد ارجوك الكراسي اللي وراكم نظموها لان عشان الكاميرا تطلع بشكل زين. المجموعه تبدا مجموعه اي مجموعه نظموا الكراسي بطريقه ممتازه جدا. طاهر هلا والله باهل الصلاله كيفك؟ طيب اخبارك كيف اهل الصلاله؟
عاوز ايه؟ ابدا عاوز اقاوب؟ اجواء صربية من نخرتي. لا ما بربيعية صح ولا ربيعية هي؟ الربيع، اجواء الربيع، اجواء الربيع عندنا يسمى موسم الصرب. صحيح. طيب جاهزين المجموعة الأولى؟ جاهزين. اللي هم السلطنة تركي، فريقك جاهز يا بداح؟ يا السمي أرجوك ركز بالمفاصل زين. هزلة.